المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السادة والسيدات الحضور الكرام، الكل بمكانته وصفته ومقامه وجميل واسمه وعلو شأنه، السلام عليكم الزلف اللون. نعم، ما أحوجنا ولا سيما في هذه الأوقات إلى وقفة متميزة كالتي نقفها اليوم في حضرة الشهداء الذين اختاروا الحياة الأبدية راضية مرضية عند رب العالمين. شهداء الجزائر هم أشعة الحق والنور الذي يبدد الظلمات، والقدوة التي تجمع القلوب وتشحذ العزائم، فإنهم سيظلون إلى الأبد في ضمائر الأمة بأجيالها المتعاقبة. السد الحصين، نوفمبر الحرية والسيادة، نوفمبر فخر واعتزاز للشباب، ملحمة شعب وعزة أمة. اليوم يوم الذكرى الخالدة لاندلاع الثورة التحريرية المباركة ضد الاحتلال الفرنسي 1 نوفمبر 1954. إن هذا اليوم هو أروع ذكرى في تاريخ الجزائر، هو يوم تختلط فيه المشاعر، هو يوم تعلو فيه الزغاريد، هو ذاكرة شعب بأكمله، بل ذاكرة أمة، لأنه فخر لكل جزائر. وفي هذا اليوم نترحم على شهدائنا الأبرار، ونتذكر معا مأساة الجزائريين إبان الاستعمار. إن إحياء الذكرى 68 لاندلاع ثورة 1 نوفمبر 1954 المجيدة الموسومة هذه السنة، ملحمة شعب وعزة أمة، هو بمثابة ترحم وطني خاشع جامع على شهدائنا الأبرار، وعرفان نسديه لمجاهدينا الأشاوس الذين رحلوا والذين مازالوا على قيد الحياة، وندعو لهم جميعا بموفور الصحة ومديد العمر. ليس بالهين، تاريخ الجزائر والعالم بأسره يشهد ويتذكر. حين نقول الجزائر نقول التاريخ، التضحية، الثورة، الشهداء، المجاهدين، التنمية، ثورة عظيمة يشهد لها شهر نوفمبر حين أعلن فيه أبطالك يا جزائر أننا لن نعود للوراء، سنواصل، نموت من أجل أن تحيا ويحيا شعبك، سنطردك يا مستعمر، لن تدمر أرضنا ولن تأخذها منا، لا تحاول، تراجع، فالجزائر لديها أبطال مع أقوى سلاح الإيمان بالله وحب الوطن والدفاع عن كل شبر منه فهو الحياة. وفي هذا اليوم الخالد نتذكر فيه تلك الهبة العظيمة لشعبنا في وجه الطغاة المحتلين، سيظل لا محالة إلى جانب كافة المواعيد الكبرى في تاريخنا المجيد، نستلهم منه القيم في الوحدة والتآزر والصبر والتحدي والنصر. وما القمة العربية المنعقدة بالجزائر في أرض الشهداء خير دليل على مكان الجزائر في الأمم. السادة والسيدات الحضور الكرام، ليتذكر جيل الاستقلال دائما أولئك الذين صنعوا مجد هذه الأمة، وليحيوا الذكرى الغالية والعزيزة علينا نوفمبر الحرية من أجل أن تتواصل الأجيال، وليصونوا الأمانة، وليشهد التاريخ أن ثمن الحرية كان غاليا. رحم الله أولئك الرجال الذين ناضلوا وجاهدوا لأجل الاستقلال، ولتبقى مسيرة بناء الوطن مهمة جيل الاستقلال، وتبقى الجزائر أمانة للأجيال. السادة والسيدات الحضور الكرام، ندعو السيد والي ولاية البويرة والوفد المرافق له لوضع إكليل من الزهور على أضرحة شهدائنا الأبرار.